نقدم شكري للمارشال نتشاد لأن باسم من سكان المنطقة كله لنا شرف كبير لأن جاء وقدم معنا يومين في الولاية والملاقاة كانت حارة وده باسمي وباسم أنا شعب أنا ولاية أنا معيشري كله نشكر فخامة رئيس الجمهورية ونتمنى له طول العمر وناخذ الفرصة أيضا عشان نشكر الناس الشاركوا كله فكريا معنويا ماديا على رأسهم رئيس البرلمان أخ كبادي والديبيتيات والكوادر عن البروفينس ذاتها كلهم جو وشاركوا وأيضا الأحزاب السياسية هنا المتحالفة وأحزاب عن المعارضة والشباب والأوين والطلبة وطلبة عن الجامعات وسيادة الخيول بصفة خاصة والصحافة أيضا كلهم شاركوا كان صحافة عن الرئاسة كان صحافة هنا وصحافة البريفي أيضا كلهم شاركوا ده فرصة عشان نقول لهم شكرا من ناحية الأمن أيضا أدانا أوامر وتعليمات إن شاء الله نطبقها وهو ذاته وأدانا ب 15 سيارة من ناحية الأمن للولاية خلاص السيارات ده وصلت وزعت أيضا للمسائل عن الأمن وخلاص يبدو العمل الأوامر اللي أنطانا ده عشان يطبقوها من ناحية الأمن عشان الشعب يعيش بأمن وأمان.